وزاره الداخليه في المساطر القضائيه دوك ديك ديال الطرفه، وربما ديك الدعوه اللي حطيتي انت في المحكمه، يعني واحد المشكل تيعانيو منه نواب الاراضي هي مسطره يعني معقده، بما انها اراضي سلاليه تابعه لهذه الجماعه هذه او المجلس المركزي. يعني نحن مع الاشهاد القانوني قوانين جد معقده جدا، لكن ما نلامسه في القوانين. اظن بان الجماعه المشكل ديال القوانين الخاصه دائما كتجي وكتصطدم ما في المساله ديال التقاضي قابل الصواب قبل اللجوء الى المكونات ديال السلاله الوحيده وفي السعيد. سؤالي ثم كديروا كيبقى الوضع على ما هو هو، كنحطوا ما كاينش واخا الاجتماعات واخا داكشي ما كيبان لي ما كاينش تغيير كاع من 2014 وانتم غير القانون ديال التاثير البيئي كل النواب يوقعوا على المشروع، ما كاينش دابا انهم دائما في صراحه القطعه الارضيه غادي نرجعوها من بعد المدرسه في هذا النقاش مفتوح على الجماعة السودانية. هذا قيدات الاجتماعية هو على مستوى الشباب ذوي الحقوق على عكس الأمر.